الجزائر طبعا تقود هذه المبادرة من خلال المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في المسالك البولية الكلى وزرع الكلى بقسنطينة. جميع المواطنين الراغبين في الكشف عن هذا المرض إلى التقدم خلال هذين اليومين من أجل الحفاظ ومن أجل الكشف والوقاية من خطر هذا المرض. مرحبا بجميع. التشخيص المبكر او لو ديبيستاج بريكوس يكون فيه ليكزامي كلينيك سيتادير الفحص هو ايضا تحاليل اللي هي لي بي اس ا. دونك هذوما الاثنين يكونوا، واذا كان سي اون كونستات اون انومالي في البي اس ا ولا في الفحص يكون فيها عمليه وخز بالابر اللي هي لا بيوبسي بروستاتيك. Ou après la biopsie prostatique, on sera fixé sur la présence ou pas du, du cancer de la prostate. بعد ما نوجدوا le cancer de la prostate, classer le malade sera classé, et en fonction du classement, on va attribuer un traitement. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui ont été la chirurgie, qu'il y a des malades qui ont été la radiothérapie, l'HRA, qu'il y a des malades qui ont été l'hormonothérapie. وكان اللي مالاد اللي نبداوهم بلا شيروجي ومن بعد نديرو لا راديوثيرابي والهرمونوثيرابي ومن بعد نتبعو حتى نوصلو لا شيميوثيرابي. سكون ابل لو تريتمون ملتي موداج. دونك كل ما يكون التشخيص مبكر، كل ما تكون الورم صغير ومتموضع في الغدة، كل ما يكون حدود وطرق العلاجية تكون اكبر، ونقدروا تاني on combine les traitements, c'est-à-dire au lieu d'avoir un seul traitement de l'IGOAC, par exemple la chimiothérapie, il peut y aller à la chirurgie, à la radiothérapie, à l'hormonothérapie, palier 1 ou 2, ou à la chimiothérapie. Ce qui est important, c'est de prolonger la survie spécifique. C'est ça. بالنسبه للقياسات، القياسات هذه هي اناليز نديروها للكشف المبكر على سرطان البروستات. هذه القياسات تسمح بهنا نيفيتيو الاضرار تاع المرض لم يتقدمش، نكشفوا عليه مبكرا باش ما نيفيتيو الاضرار تاعو في يتقدم. هذه ابواب مفتوحه خصصتها لا كلينيك رينال متخصصة في أمراض الكلى فيما يخص تشخيص مرض السرطان الذي يمس البروستات للرجال دون النساء.